سلام ونعمة لكم مشاهدينا، وأهلا وسهلا بكم في حلقتنا الخاصة النهاردة بمناسبة أسبوع الصلاة من أجل الوحدة المسيحية. طبعا النهاردة اسمحوا لي في بداية الحلقة أرحب بضيوفي النهاردة المختلفين والمميزين. أرحب بقدس أبونا الحبيب الأب رويس الأورشليمي راعي الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان. أهلا وسهلا أهلا بقدسك يا أبونا، بحضرتك وبالإخوة المشاهدين، منورنا وباركنا تملي. أرحب كمان مشاهدينا بضيفنا الجديد النهاردة الأب يوسف ميخا كاهن في إبراشية بيروت الكلدانية. أهلا بقدسك يا أبونا. أهلا بك وشكرا جزيلا لاستضافتك. أهلا بك يا أبونا، منورنا ومباركنا. الله يهديك. مشاهدينا الأعزاء، هل الوحدة المسيحية هي حلم يراود كل مسيحي العالم أم رجاء نتطلع إليه ونسعى لتحقيقه كاستجابة منا لصلاة يسوع الشفعية اللي قال فيها ليكون الجميع واحدا ليؤمن العالم؟ ففي وسط عالم مضطرب مليء بالصراعات والانقسام، فهل نستطيع نحن المسيحيين أن نقدم لهذا العالم المنقسم نموذجا للمسيحية الحقيقية، ونقدم للرب عروسه الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية؟ فهل من الممكن تجمعنا وحدة المحبة ووحدة الرسالة ووحدة الهدف؟ حتى وإن اختلفنا في بعض الأمور الإيمانية واللاهوتية والطقسية التي نصلي ونتمنى أن تأتي الحوارات المسكونية بثمار الوحدة الحقيقية التي تجمعنا وتوحدنا لكي نكون بحق رب واحد، إيمان واحد، معمودية واحد. مشاهدينا طبعا موضوع الحلقة النهاردة عن الوحدة، وفي أسئلة كتيرة جدا جدا بتدور في أذهان حضراتكم. هنحاول النهاردة طبعا من خلال ضيوفنا نجاوب على بعض هذه الأسئلة، وهبدأ مع قدس أبونا رويس. قدس أبونا، إحنا من سنين كتير كتير بنصلي من أجل الوحدة، فلماذا لم نصل لحد الآن لهذه الوحدة؟ بسم الله أبو الإبن والروح القدس الله واحد أمين. أولا إحنا نسميها بالخطأ وحدة المسيحيين، فالمسيحيين موحدين، المنقسمين الكنائس وليست المسيحيين. والانقسام الكنسي حصل منذ القرن الخامس، وعلى في ذاك الوقت كان على ألفاظ اختلفوا فيها. لكن المسيحيين أصلا موحدين، ما فيش مشكلة ما بينهم. الشعب المسيحي ما بيفرقش، بدليل أني الشهداء اللي استشهدوا في ليبيا لا بيعرفوا ما الفرق بين العقيدة الطبيعة الواحدة وعقيدة الطبيعتين، ما عندهمش الناس معرفة بهذه الأمور الخلافية. لو جيت ليهم برضو تسأليهم انت بتؤمن ببساق الروح القدس من الأب ولا من الأب والابن، الناس كانوا بسطة ما يعرفوش، والناس صاروا شهداء على الإيمان المسيحي، على اسم المسيح. ببساطة الإيمان دي وصلوا السماء وصاروا شهداء وقدسين. داعش لما اضطهد المسيحيين في الموصل ما فكرش ان ده كلداني او ده سورياني او ده روم ولا ده اقباط، لا، كتب على الجميع حرف نون، نصارى جمعهم في بحرف نون. فالاختلاف مش بين المسيحيين، يعني احنا بنصلي من اجل وحدة الكنائس وليست وحدة المسيحيين. المسيحيين متوحدين، واي إنسان يضطهد في مكان أخيه المسيحي اللي في أي مكان بيحن ليه بيسنده، فإذن وبيصلي من أجله، فإذن ما فيش مشكلة بين المسيحيين. حتى نقول وحدة المسيحيين هي وحدة الكنائس اللي هي انقسمت من القرن الخامس وما زالت في انقسامات. وفكرة الصلاة من أجل الوحدة، وحدة الكنائس، فكرة مهمة، لأن ما فيش شيء يغير إلا الصلاة، لأن الحوارات من زمان في حوارات وفي لقاءات ولم تثمر بأي شيء. أي شيء. نعم. لكن الصلاة أكيد بتثمر، الصلاة أغلقت السماء في أيام إلي، مش هتجيب واحدة؟ هتجيب واحدة. فإحنا بنرحب بفكرة الصلاة من أجل وحدة الكنائس، لكن المسيحيين هم موحدين بيصلوا مع بعض، ما بتفرقش أي مسيحي بيفوت بيشوف كنيسة بيسمع جرس بيفوت يصلي، لا بيقول الكنيسة دي كاثوليكية ولا الكنيسة دي أرثوذكسية. شهداء ليبيا كان فيهم واحد الشهيد ماسيو من تشاد وكان كاثوليكي، ما قال لهمش لا انتوا ارثوذكس انا مش راح استشهد معاكم، يعني ولا هكون معاكم لان احنا مختلفين. فاذا المسيحيين هم ما في عندهم مشكله،
المشكلة في الاختلاف بين الكنائس، وكان كثير من المشاكل سياسية، فكان من هو مع الملك ضد من هو مش مع الملك، وأنشئوا ناس سموا بالملكيين وناس بغير الملكيين، وطلعت هذه المسميات اللي عملت الفروق دي. لكن ما كانش فيه قبل كده خلاف خالص، والشعب غير مدرك بهذه الأشياء أصلا ولا يعرف عنها. وإذا اللاهوتيين بهذه الخلافات بيحرموا نفسهم من السماء بالجدال والتطرف والمغالاة في إن ده مؤمن وده غير مؤمن، وصرنا ندين الناس وكأنما صرنا إحنا ما كان ربنا الديان. لكن ما فيش أفضل من إحنا نرجع لبساطة الإيمان. الإيمان المسيحيين كلهم إيمانهم بسيط، ناس بيعرف إنسان مسيحي متألم بيتألم لأجل. لما بنشوف مشكلة في مصر أو اضطهاد، بنشوف الناس كل المسيحيين في العالم كله بيجي تعاطف معه. ليه؟ صحيح. فإذا المسيحيين هم متفقين، لكن ما عندهمش مشكلة. الصلاة الخلافات هي خلافات بين الكنائس. بين الكنائس. تمام. فإذا كنا بنصلي من أجل وحدة الكنائس، لكن مش وحدة المسيحيين. إحنا واحد. تمام. ميرسي جدا يا قدس أبونا. قدس أبونا يوسف، هسأل قدسك نفس السؤال برضو. في رأي قدسك إيه اللي معطل إن إحنا فعلا نكون كنيسة واحد لحد دلوقتي؟ طبعا شكرا لأبونا اللي طرح هالموضوع من هالزاوية، لأنه بالفعل المشكلة اليوم هي في رؤى مختلفة عن مفهوم الكنيسة، عن مفهوم الأسرار. هي بالنهاية طالما هناك مسيح واحد، هناك إيمان مسيحي واحد، طالما أنه ينبغي أو يفترض أنه ما يكون هناك انقسام. لكن بتمسك البشر، حضرت أبونا ذكر قبل شوية اللاهوتيين، وكل من تطرف في فكره أنه بدرسوا ومتعمقين قوي في اللاهوت، يمكن هم اللي عاملين مشكلة. ما هو عيب أن ندرس ونتعمق. العيب أو المشكلة لما أنا أتمسك بفكري بالحرف. وخلاص فكري وبس، وما في أي شيء آخر غير فكري يعني. أو أتمسك بعد ممكن تدخل أمور أخرى كثير ثانوية، بتصير مقدسة أكثر من القدسي نفسه. اللغة القومية، اللحن، الطقس، وهي كلها من أمور. الأمور المعيقة بالحقيقة أنه نحن ننظر إلى أمور ثانوية نتمسك بها، نعتبرها أهم من أن نحقق هذه الوحدة مثل ما ينبغي أن نكون موجودة، مثل ما ربنا يتمنى. يعني نقدر نقول يا أبونا أن الأنا أو التمسك بالرأي والتمركز حول الذات، أن أنا الصح وغيري لا، هو ده السبب يمكن في هذا. واحد من أكبر الأسباب أكيد. هاي تجربة كبيرة إحنا نقع بها، وهذه سبب كل مشكلة تصير بين علاقات بين البشر، وأيضا هي سبب من المشاكل اللي صارت بين الكنائس المختلفة. بالمناسبة هي عمرها ما كانت كنيسة المسيح هي كنيسة واحدة ببودقة واحدة. من الأول هي كنائس. يعني حتى سفر الرؤيا يذكر كنائس. يعني المسيحية من انتشرت من أنطاكيا أو انتشرت باتجاه أفريقيا، في كل مكان البشارة المسيحية لقت قلوب استجابت، فتأسست كنيسة تأقلمت أو مسحنت ثقافة البلد اللي هي فيها. فمن الأول هناك كنيسة، يعني ثقافيا من الأول هناك كنائس متعددة ثقافيا متنوعة، وهذه هي الورود الموجودة في كنيسة المسيح. أما أن نحلم بكنيسة موحدة نحطهم كلهم في بودقة واحدة ونصهرهم بصهر واحد، لا، ما هو المطلوب. ما هو هذا المطلوب؟ طب رأي قدسك في الصلوات اللي يعني اللي بنشوفها دلوقتي، هل الصلوات دي فعلا صلوات طالعة من القلب، ولا صلوات واخدة الشكل المنظر بس؟ يعني ومن أنا حتى أحكم على ما في القلوب. يعني إن شاء الله يكون كلنا يعني الرسل لما كانوا بيجتمعوا كانوا الصلاة كانت بتزلزل المكان. ففي ناس تقول يعني الصلاة يمكن تكون خدت شكل روتيني سنوي تعودوا. يعني كان في حد في أحد اللقاءات اللي كانت حوالين الوحدة، أسبوع الوحدة، قال لا يجب أن نتوقف عن الصلاة الشكلية، قالها كده صراحة. فإيه رأي قدسك في الكلام ده؟
أن أحكم على أنه هاي الصلاة شكلية أو غير شكلية، أنا ما أقدر أن أحكم على هذا الشيء. نعم. إنما ما أتمناه وما أنا أصلي من أجله أنه تكون هاي الصلاة هي بالفعل نابعة من القلب، وأنا اللي أشوفه أمام هاي الجهود، أمام الحوارات، أمام لقاءات الصلاة اللي تصير هناك، جدية جدية بال 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 في السعي من أجل الوحدة. نعم جدا جدا. وتسبونا رويس، لابد ان احنا نعترف ان احنا في اختلافات وفي فروق فعلا في امور كتيره تصل الى حد الخلافات، والبعض بيشوفها ان هي مجرد اختلافات ما فيهاش خلافات. فعايز اعرف نقطتك في ظل هذه الامور، ايه الوحده اللي مطلوبه؟ هي ان تكون للكنيسه رئاسه كنسيه واحده على الرغم من وجود الفروق دي في الطقس والعقيده والايمان؟ لا، كنيسه واحده، ما كنيسه واحده اصلا راسها المسيح. نعم. لكن طوائف، لاني ما تجي تقدريش تقولي للقبطي صلي بالسورياني، ما اعرفش. صحيح. تقولي للقبطي صلي بالكلداني، ما اعرفش. تقولي للكلداني صلي بالقبطي، معلش يعني. فعندنا الطوائف، والمسيحيه ما غيرت لغات، ما خلتش لغه واحده. صحيح. ولكن غيرت ايمان، كان ايمان وثني صار ايمان مسيحي. المشكله ان احنا بنقول صلوات الكنائس من اجل المسيحيين، لا، هي صلوات المسيحيين من اجل الكنائس، لان الخلاف بين الكنائس مش بين المسيحيين زي ما قلت قبل شويه. صحيح. فلما يصلوا المسيحيين اللي هم قلب واحد من اجل الكنائس هتتغير. نعم. وهتتقرب من بعض. احنا مش عايزين نندب الاندماج، لا، ولكن التقارب مع بعض. يعني بدل ما يبقى في خلاف، لان مين اللي يوجد الخلاف؟ رؤساء الكنائس بصفه. يعني لما تشوفي في احداث المنيا اللي حصلت، مسيحيين مضطهدين، يطلع بيان من كنيسه تانية يقول لا ما فيش اضطهاد. يا عم انت مش قادر تقول كلمه حلوه، اسكت. ما انت بتطلع بيان ضد كنيسه، طب هو ده هيجيب وحده؟ هيزيد الخلاف، ده بيزيد الخلاف. البيانات البيانات بيان والبيان المضاد والبيان والبيان ده بيطلع منين؟ من الكنائس، مش من المسيحيين. ما المسيحيين متوجعين لوجع بعض. يعني تفتكري ان لما كان داعش ده اعتدى على مسيحيين مصر، كان في مسيحي في العالم مبسوط؟ اكيد لا طبعا، لا، كله متألم. نعم. لان كلنا اعضاء في جسد المسيح، كلنا اعضاء في جسد المسيح، فبنتألم لألم بعض. نعم. فعشان كده المشكله ليست بين المسيحيين، لكن المشكله في الكنائس. طبعا مش مطلوب ان هي تكون الكنيسه يعني رئاسة واحدة. في ناس بتفتكر كده ابونا ان الوحدة عايزين يوصلوا لكده. طب ما هو في الاساس هي رئاسة واحدة، رئاسة المسيح. صح. يمكن تكون النقطة دي ابونا شوية غايبة. اللي من تحت المسيح عملوا هم رئاستهم اعلى من المسيح، يبقى امرنا ما هنتحد. صحيح. لكن يتواضعوا شوية. ويكون في محبة ما بين الكنائس، في اخوة. كانوا زمان ليه يقولوا يعملوا مجامع مسكونية. نعم. لأن المجامع المسكونية كان فيها محبة، بيجتمعوا على كل حب. ظهرت بدع كتير. آه بالضبط. على مدار من أول المسيحية، وفي بدع. وكان أول مجمع أورشليم اتعمل سنة 50 ميلادية، كان عشان إيه؟ عشان برضو بدع. ناس حبت ترجع العادات اليهودية في أيام بولس الرسول وأيام بطرس الرسول. واللي بيشوف إن كان في خلاف شخصي بين بولس وبطرس قبليها. صحيح. ان بولس وبخ القديس بطرس لما راح لسوريا، وهناك شاف ناس من المتشددين وناس من اللي هم امم، فجامل المتشددين على حساب الامم، فتراجع شويه ان ما يكونش معهم، فوبخه القديس بولس، وبيقول ان انا وبخته مجاهره لانه كان ملوما. ده اعمال الرسل موجوده. صحيح. لكن لما جاء اختلف القديس بولس مع بعض الناس اللي عايزين يرجعوا لعادات التهود من ختان ومن عادات يهودية، كان القديس بطرس أول من دافع عن أفكار القديس بولس، وقال أنتوا عارفين أن أنا أول من عمد من الأمم كان كيرنيليوس وأهل بيته. نعم. وأنا ما كنتش ناوي أعمدهم، لكن الروح القدس حل عليهم قبل ما عمد. مجرد ما كلمتهم عن المسيح الروح القدس حل عليهم. فقلت هل يمنع عن مثل هؤلاء الماء؟ نعم. من معمودية العهد الجديد من الماء والروح. ف
فالروح القدس محمود دي عامله مشاكل دلوقتي يا فندم برضو. لا ما فيش مشاكل لو فكرنا فيها بتعقل حل بها امور سهله جدا تحل. بس رؤساء الكنائس يجتمعوا مع بعض كل الامور تحل. هم اجتمعوا. لكن المسيحيين الشعب المسيحي من كل العالم هو ما عندوش خلاف في اي شيء. صحيح. بنختلف من معهم يعني زي شهود يهوى كلنا بنختلف معهم من هم بينكروا ألوهية المسيح بنختلف معهم. صحيح. لكن كل من يعترف بألوهية المسيح كلنا في الإيمان معه. صحيح. أتسبونا عايزة أعرف رأي قدسك برضو، هل الوحدة المطلوبة أن فعلا تكون الكنيسة تحت رئاسة كنسية واحدة، ولا إيه المطلوب من الوحدة بالضبط؟ مقصود بالوحدة إذا ردنا نقول تحت رئاسة كنسية واحدة فخلي تكون تحت رئاسة كنسية واحدة، بس ما بمعنى أنه أختزل الكل بواحد، يعني كأن يكون نلقي آلية مشتركة مع بعض، كل رئاسات كل هاي الكنائس أن تعرف تلقي آلية مع بعض أن تدير شؤون مجتمعة أو شؤون كنيسة المسيح مجتمعة مع بعض. هاي نقطة يعني نريد ما نريد أنه هي نقطة خلافية إلى اليوم، أكيد. بس أن نختزل الكل في واحد ما ممكن. صح. ما ممكن. هي ناس كتيرة تقول يعني احنا مختلفين، ده احنا حتى المعمودية مختلفين عليها، ولما حد بيدخل طائفة تانية لازم بيتعمد، المناولة نفسها فيها اختلاف برضو، في ناس كنايس بتحرم ان تتناول عند كنايس تانية، فهل ممكن كل دول في يوم من الايام يبقوا تحت رئاسة واحدة مثلا؟ يعني احنا خنبلش بالامور اللي نبدي من تحت من القاعدة الى ان نوصل شوي شوي الى هرم المشكلة يعني. بالضبط. بس مثل ما قلت لحضرتك اليوم انه عندنا مشاكل بيناتنا نحن ككنائس مختلفة في الاعتراف بمعبودية بعض. صحيح. اليوم بعض الكنائس اليوم أنا من ما تكتفي بأنه أنا أحول طائفة، إنما تفرض علي أنا أعتمد من جديد. طيب لما كلت إحنا متفقين على المجامع المسكونية السبعة الأولى واللي تنص في قانون إيمان اللي صدر عنا نؤمن بمعمودية واحدة، ليش نعيد معمودية بعضنا البعض؟ فإذا هناك نوع من عدم اعتراف ضمني بمسيحية الآخر المختلف عني. احنا خلينا نحل هاي الأمور بعدين مشكلة الكرسي يعني. طب وموضوع التناول يا ابونا ايه رأي قدسك فيه؟ الكنائس اللي بتحرم ان ولادها يتناولوا في كنيسة تانية، ايه رأي قدسك في الموضوع ده؟ هي مسألة شركة الأسرار. هل هناك شركة كاملة في الأسرار؟ بس مع ذلك هناك تفاهمات ظهرت من بعد الفاتيكان الثاني، هناك تفاهمات ظهرت انه في حال إن هناك مثلا ارثوذكسي في كنيسة كاثوليكية وما يقدر ان يروح الى كنيسة ارثوذكسية ممكن يشترك بالقربان. هناك خطوات، ليش خليت انه هناك خطوات ايجابية ونيات حسنة موجودة واتخذت هاي الاشياء، بس بعد نحتاج ان نخطو خطوات ابعد وابعد بيتنازل كثير اكثر عن الانا مثل ما حضرتك قلتي يعني. تمام. طب يا ابونا بالنسبه للاعياد بقى، الاعياد برضو فيها مشاكل لسه. يعني الميلاد ما بنعيدش مع بعض، في بيعيدوا تبع التقويم الشرقي وتبع قبل ما نفكر بان نتفق على الاعياد، خلينا نتفق على رؤيه واحده لصاحب العيد. صحيح. ولكنيسه صاحب العيد، وبعدين اعياد ما قلت لك هاي الامور خلينا نتفق على الاساسي وبعدين الامور الثانويه. طيب قدسك هل في رسالة معينة تحب توجهها لكل المشاهدين اللي بيشوفوا الحلقة النهاردة بالنسبة لرؤية الكنيسة للوحدة؟ يمكن ننطلق من كلام ربنا يسوع اللي قال من لم يجمع معي يبدد. نعم. يمكن هذا كلام دينونا يوجه لكل واحد من عندنا عندما يعمل من أجل أن يعلي شأن ما يقوض هذه الوحدة، ما يؤخر هذه الوحدة. اليوم نحن بحاجة أن نعمل معا من أن نجمع رعية المسيح تحت مظلة واحدة. أما اليوم إذا كل من يحاول أن يجمع له جماعة تحت مظلة منعزلة، أو يقتنص، مع الأسف البعض يحاول أن يقتنص ناس مؤمنين بالمسيح يقتنصهم من كنائسهم، هذا
هذه بالفعل كلام ربنا هنا، هي كلام دينونة لكل واحد من عندنا من لم يجمع معي. لهذا قمة التشكيك في الإيمان. ناسنا ذكر أبونا، ناسنا كثير بسطاء، ناسنا أساسا كل يعرفوا أنه ربنا مات وقام من أجلنا، ما لهم علاقة بكل هاي التفاصيل، ما فكروا بكل هاي التفاصيل. فاللي بيدوا الأمر، بيدوا هنقول القرار، ما بس القرار، اللي واقف على المنبر واللي بيدوا القرار واللي بيدوا الدعاية واللي بيدوا، خلي نحط هاي العبارة أمامنا وخلي يكفي نبدد في كنيسة المسيح من أجل أنا مالتنا. يعني قدسك بتنادي إن إحنا نوقف بقى الانعزال ونبدأ نصلي فعلا من أجل هدف واحد إن الناس كلها إحنا تعرف. إحنا نصلي فعلا، بس نحتاج أن نذهب أبعد، قلت أن نذهب أن نبني نجمع مع بعض، يكون في تواضع أكتر، يكون في محبة لبعضنا، ونكون بنقدم بعض كمان في الكرامة. آمين. مرسي جدا جدا قدس أبونا، نورتنا. طبعا احنا لازم نخرج فاصل، وطبعا بنشكر قدسك وجودك معنا النهاردة، باركتنا ونورتنا. للأسف نودع قدسك. عن إذنك قدس أبونا نخرج فاصل. مشاهدينا نخرج فاصل صغير جدا ونرجع نكمل حلقتنا النهاردة عن الوحدة. تفضل. سلام ونعمة لكم مشاهدينا مرة تاني، وأهلا بيكم في الجزء الثاني من حلقتنا النهاردة. طبعا برحب بقدس أبونا الحبيب الأب رويس الأورشليمي اللي منورنا النهاردة. أهلا بقدس أبونا. وانضم لينا مشاهدينا في الجزء الثاني من الحلقة النهاردة أستاذ عبد الله مسلم، ناشط في العمل المسكوني. أهلا بيك أستاذ عبد الله. شكرا لكم، الله يخليكم. شكرا كتير على دعوتكم. الله يخليك. مرسي مشاهدينا. ولما صلوا تزعزع المكان الذي كان مجتمعين فيه، وامتلأ الجميع من الروح القدس، وكانوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة. مشاهدينا طبعا ما زلنا معاكم في حلقتنا النهاردة بنتكلم عن الوحدة المسيحية الحقيقية اللي كلنا بنأمل وبنصلي ان احنا نوصل لها فعلا. وهكمل كلامي مع قدس أبونا. قدس أبونا، عايز اعرف من قدسك ان احنا كتير بنتكلم عن الوحدة في اطار المحبة، فما هو المقصود بوحدة المحبة المطلوبة عشان نقدر نصل الى الكنيسة، الى الكنيسة الواحدة المقدسة الجامعة الرسولية؟ ليكونوا كما كانت الكنيسة في العصور الاولى، بمعنى اخوة. كانت الكنائس اخوة، ظهرت بدع وهرطقات، كانوا يجتمعوا كل الاخوة من كل الكنائس. اول مجمع نيقيا 325 كان ضد بدعة أريوس، واجتمع 318 أسقف من كل العالم وناقشوا هذا البدعة ووضعوا قانون الإيمان اللي احنا بنصلي بيه في كل العالم الآن. فإذن البدع موجودة من زمان، ولكن كانوا زمان كإخوة يجتمعوا مع بعض. فالنهاردة مطلوب أن الاجتماعات برضو بين الكنائس يكونوا على مستوى الإخوة. يعني إخوة يعني إخوة، يعني عايشين المحبة المسيحية. ونشكر الله في هذه العصور موجودة المحبة المسيحية حتى بين الكنائس، لأن في اللي يشوف التاريخ في الماضي وصلت إلى حرومات وحروب. صحيح. مش بس حرومات فقط، حرومات وحروب. وكان حتى محرم على شاب يتزوج من فتاة من طائفة تانية. نعم. طيب الأمور دي مش موجودة الآن، يعني في تقارب كبير. يعني إذن الوحدة في ثمار ليها، في ثمار ليها، في لقاءات سنوية بين رؤساء الكنائس، إذا مش بتكون يعني شهرية، بين بعض الكنائس، وصارت عائلات كنسية. يعني برضو في تقارب كنسي من جهة إن ما بقتش كنائس، بقت عائلات. فكون ان صارت تعقلات، يعني صار تقارب اكتر. وخلي بالك الحاجات دي موجودة، اللي بيشوفها في باب النبوات اللي في دير السوريان عن تفتيت الكنيسة اللي كانت في الاول برضو كنائس كبيرة وانقسمت الى صغيرة كنائس صغيرة. وبشوف باب النبوات ده بيرمز للحاجات لوحدة الكنيسة بالذات، ان بترجع كمان تكبر المجموعات الكنسية، فصارت عائلات. العائلة الأرثوذكسية الشرقية بتضم الأرمن والسريان والأقباط والأحباش والهنود، فبقت عائلة واحدة في إيمان واحد،
في شركة واحدة، رأيت برضو في العائلة الكاثوليكية في كل العالم عائلة واحدة. العائلة البروتستانت رغم أنهم يعني ما يقرب من 700 كنيسة ولكن في عائلة واحدة. العائلة الأرثوذكسية البيزنطية برضو 15 كنيسة بس بقوم في عائلة واحدة. يعني إذا صار في تقارب عن زمان، ما كان كل ده مختلف عن بعضه وكان كله في خلافات وأدت الخلافات إلى حرمات وحروب. يعني من أبسط الأشياء اللي موجودة كانت في داخل العيلة الواحدة، كانوا إخواتنا الأرمن يحرموا القديس ساويروس، يحرموا القديس ساويروس وهو سوريانو، لكن دلوقتي زالت هذه الخلاف وصاروا عيلة واحدة. إذن في تقارب. شكرا ربنا. اللي بيقول ما فيش ثمار للوحدة، لا في ثمار. وما اللي بقت عائلات يعني في ثمار. فممكن العائلات دي فيما بعد تصير عيلة إيه، بس العائلات دي ما منعتش ان ما شرطتش ان تكون تحت رئاسة حد واحد يعني منهم، لا صاروا إخوة عيلة إخوة في عيلة. فإذا مع المستقبل ممكن تكون كلها برضو عيلة إيه واحدة، الأربع عائلات دول يبقوا عيلة واحدة. ما طول وصلنا ان احنا نبقى أربع عائلات قريب نبقى عيلة يعني واحدة. هيتقربوا في الرأي يا بونا وفي الإيمان. يرجعوا للإيمان. لكن محتاج ان احنا نصلي، عشان كده بنعمل صلاة الوحدة سنوية. اللي يقول لك ما بتجيبش ثمر وما لهاش لازمة، ده الناس اللي بتقول لا لا لا. طب ما كيف بقت عائلات؟ كيف راحت الحروب والخلافات لو بدون صلاة؟ لا بالصلاة فتقاربت. فطول ما في صلاة، يقول رسالة يعقوب رسول وصلاة البار تقتدر كثيرا في فعلها. من البار ده يعني الكبار؟ لا، أي إنسان مسيحي هو يعني حياة البر، هو إنسان بار، أي شخص بيصلي من قلبه أكيد. نعم. ولهذا محتاجين في إن كانت الكنائس كانت تصلي من أجل رعاياها. نعم. النهاردة الرعاية محتاجة تصلي من أجل الكنائس. يعني إحنا برضو لينا دور يا بونا. نعم طبعا. أستاذ عبدالله، بما أن حضرتك بقى علماني، عايزين نعرف من حضرتك ما هو دور العلمانيين في السعي نحو الوحدة، مع العلم أن في ناس من العلمانيين يعني مش همهم الوحدة، يعني احنا نكون في وحدة مش وحدة مش مشكلة، وفي ناس تانيين يقول لا احنا في خلافات وفي حاجات ما عندهمش دراية كافية بالموضوع. ايه رأي حضرتك؟ طيب احنا بيبدأ حديثي بختام الحديث ابونا رويس. نطلب من الرعاية يصلوا للكنائس، يعني اللي هذا الحقيقة هو هذا دور العلمانيين. دور العلمانيين بالكنيسة الجامعة، يعني المجمع الفاتيكاني من اجتماعات السينودوس بمصر بكل الكنائس، العلمانيين هم دور والكنيسة عطيتهم دور. واللي ملاحظ حاليا كل في لجان، في مجالس، في يعني مجامع علمانية بتلتقى مع بعض البعض وبتشارك بالخدمة بالكنيسة وبالإيمان وبالصلاة. وهيدي من بداية الكنيسة، وقت اللي الآباء الرسل يعني خصصوا شمامسة، الأخ إصفان والشهيد الأول بالكنيسة لخدمة هيدي صورة عن العلمانيين. وحاليا هي مجسدة بالكنيسة باللقاءات الدائمه، والكنائس كلها مش عم يلتقوا بس الكهنه والرؤساء الكنائس باللقاءات، لا عم نشوف العلمانيين مشاركين اعضاء فاعلين وحاملين الكلمه والبشاره بمجتمعاتهم، ان كان بالجامعات، ان كان بالمدارس، ان كان بفرق الكشافه، ان كان بالكورالات الكنسيه اللي عم بتصير. يعني حركه كتير مهمه. والاباء البطاركي وكمان بابا تودروس اديستو وبابا فرانسيس بيشددوا على شيء، وعم نلاحظ دائما بيدعوا العلمانيين لاجتماعات كبرى موسعه. السنه الكنيسي بمصر قديس البابا تودروس عمل مؤتمر عام لكل الشباب الكنيسي بالعالم، الشباب القبطي المنتشر بكل العالم، عملوا مؤتمر رائع بمصر، اجتمعوا سوا، صلوا سوا، تبادلوا الخدمه، تبادلوا التسامح والمحبه بين بعضهم البعض. وبلبنان كمان كان كل الكنائس والطوائف متواجده بلبنان، منلاحظ هالشيء على مساحه واسعه، واللقاءات المسكونية دائما فيها نشاط علماني. ونحن هذا الأسبوع صلاة الوحدة إذا منلاحظ في يوم مخصص للشبيبة العلمانية، في يوم مخصص بخلال الأسبوع. وإحدى السنوات نعمل مسيرة برعاية تلالوميير ما بين الكنائس، جامعة الحكمة، كنيسة مار مرقس بجسر باشر أقباطوا على كنائس منطقة سن الفيل. العلمانيين هم لهم دور كتير كبير، منلاحظه بكل الكنائس، وحتى هني في العمل الرعوي الجامعي اللي قايم بلبنان هو العلمانيين. وفي عنا شمامسة علمانيين مكرسين، بس عنا الدكتور جرجي الصالح. نعم. أمين عام مجلس كنائس الأوسط مدة 8 سنين أساسي بلبنان،
وهو حاليا عضو مشارك دائما وامين عام فخري علماني مكرس. كثير اشخاص المجلس الكنائس حاليا من الاعضاء مع الاباء المطارني والبطاركي والاسافي، في كثير ناس علمانيين من كل الفئات ومن كل الاعمار ومن كل الكنائس. رئيسة المجلس. رئيسة المجلس هذا أكبر دلالة أنه أمينة العام الدورة الحالية هي دكتورة هذه إشارة من الأباء البطاركي من الأساقفي بيدعو العلمانيين وعطيهم مجال للعمل المسكوني، والحمد لله هذا عم يتجسد بالكنيسة بكل اللقاءات. يعني حضرتك بتقول لكل علماني هو ليه دور، ما يبقاش واقف سلبي كده بيستني يشوف الرئاسة بتقول ايه. العلماني مش بس له دور، العلماني مطلوب خلاص نفسه مثله مثل الكاهن. نعم. نحن الموضوع وحدة الكنيسة، الكنيسة هي متوحدة، هي وحدتها بيسوع المسيح. صحيح. مش وحدتها بالسلطات الأرضية، مملكتنا ليست من هذا العالم. صحيح. وأبونا الرويس سبق إنه هودي الإخوة. نعم. من العصور الأولى، الكنائس إخوة، والمسيح هو اختار 12 رسول، ما اختارش واحد وراه، اختار 12. هيدي دلالة على التنوع. صحيح. انكم اخوه تقبلوا بعضكم بعض حسب الجغرافيا وحسب الالوان وحسب اللغات التقاليد والعادات والمكان بقى اللي الكنيسه هي من اجل العلمانيين. صحيح. والعلمانيين هم بيستعملوا الكنيسه وسيله لخلاص الانفس للسماء. صحيح. ما العلماني مطلوب منه مثل الكاهن، ما الكاهن عنده الاسره الكبيره متفرغ لها. طيب العلماني عنده اسرته، عنده جامعته، عنده الصف اللي بيدرس فيه، المحامي، عنده الناس اللي بيتوكل عنهم، طبيب المرضى اللي بيعالجهم. كل انسان له دور بالحياه. العلماني مطلوب مثله، ما يعتبر حاله معفى، بالعكس. لا، الكاهن الاسقف هو دور الارشاد، الرعايه، التدبير، التعليم، التقديس، بينما العلماني هو دوره يتلقى هذه البشارة. صحيح. يتلقى هذا القربان الذبيح الإلهي ويخلص نفسه واللي حواليه. وهيدي الوحدة، نحن كلنا وحدة بالمسيح، مش بشخص أو ببادرة أرضية أبدا، اللي تفضل فيها له أبونا الرويس. قدس أبونا، كلنا بنصلي مع بعض في قانون الإيمان من أجل كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية، فهل يمكن تطبيق هذا المفهوم على أساس وحدة الرسالة وحدة الهدف بعيدا عن الحوارات اللاهوتية المسكونية؟ هذا السؤال أنا حجاوبك من خلال تلفزيون تلمير وإدارة تلفزيون تلمير. اتفضل. إدارة تلفزيون تلمير عملت قناة اسمها نور الشرق. نعم. خصصتها لمين؟ المسيحية الشرق. لكل الطوائف. طب مش دي جامعة كل الطوائف، مش دي وحدة؟ جامعة كل الطوائف. صحيح. ما قالتش أنا مجلس إدارتي كاثوليكي يبقى الأرثوذكس ما يدخلوش، يبقى البروتستانت ما يدخلوش. لا، جامعة كل الطوائف في هذه الفضائية اللي مسمى نور الشرق، وبتوصل كل إيمانات إيمان الكنائس. صحيح. الكنيسة إن كانت، ومعظمهم علمانيين، مجلس الإدارة علماني، إن كانت فمن خلال هذا البرنامج وخلاصة اليوم صلاة الوحدة نقول لهم أنتوا وحدتونا في تلفزيون نور الشرق. شكر خاص لقناة نور الشرق. لو كل واحد بقى تشتغل في 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 من خلال هذه النظرة، أنا وصل للوحدة في أقرب وقت. أمين. يعني دول جماعة الكنائس الفضائية. بدأ برضو الأنبا أرميا يبدأ في المناسبات يجيب الطوائف اللي كانت موجودة في مصر برضو الأخرى. عملوا مجلس كنائس في مصر. يعني خدوا الفكرة برضو من نور الشرق. نور الشرق. يعني. نشكر نور الشرق إن صار. هي بدأت تفتح العيون على الفكرة الحلوة دي. طب إذا إحنا صار كل واحد من موقعه يؤدي هذا الدور، عشان كده احنا بنقول ان احنا مطلوب ان كانت الكنيسة دايما بتصلي من اجل رعايه. النهاردة في اسبوع الوحدة مطلوب الرعاية تصلي من اجل وحدة الكنيسة. يعني تعقيبا على كلام ابونا، كل العاملين بالقنوات التلفزيونية الفضائية ببشارة، لان هم علمانيين. صحيح. المذيعين، المذيعات، معدين البرامج، المخرجين اللي بيطلعوا بياخذوا الارسال، بيأمنوا الخدمات، هذه مساحه علمانيه وطبقه علمانيه متعدده بمصر. في عنا 4 قنوات تلفزيونيه كبرى، يعني في 20 مليون مشاهد بمصر. صحيح. غير مصر كمان، غير الاغتراب المنتشر بالعالم كله. صحيح. يعني وكل العالم العربي اللي بيتكلم اللغه العربيه واللي بيفهم اللغه العربيه بيتابع نور سات، تلالمير، نور الشرق، ميسات، اجابي، سي تي في، كوجي للأطفال. صحيح. الكل بهودي كلهم بيعملوا بهذا الحق، هم علمانيين. بيشرف عليهم أسقف لتدبير الأمور وتنسيق، بس كلهم علمانيين. صحيح. وهو العلمانيين هني قايمين بحق للكنيسة وبحق للرب،
وماشيين هن حابين الوحدة وبيسعوا بالوحدة. حتى الزواجات اللي تفضل فيه أبونا، الزواجات بين الطوائف والكنائس قديما كان في حروب وكان في منع وفي حرمان كبيرة. حاليا الحمد لله يعني ما هيدي العلمانيين اللي بيتزوجوا بيعوشوا أسر مع بعضهم البعض، هيدي علامة من علامات الوحدة الكنيسة، بيصلوا سوا وبتشاركوا سوا إن كان بالمعمودية أو بالزواجات أو بأي مناسبة أخرى، هيدي إحدى علامات الوحدة. والحمد لله بالعالم الشرقي عنا نحن بالمشرق العلمانيين عم بيشتغلوا دور أكبر من الغرب، لأن بالغرب الحياة العالمية الجديدة والإلحاد والعولمة وطغيان المال ورأس المال بدأوا شوية يعني تجاههم لرسالة المسيح تقل شوية، أبعدوا الشبيبة والمجتمع عن الحمد لله. نحن بلبنان بمصر بالعراق بسوريا حتى بالدول الخليج العربي يعني شعوبنا المتواجدة هناك هم بأي فرصة بأي مناس لقيهم بالكنيسة بيخدموا بالكنيسة وبيساعدوا الآباء بالكنائس. هذه حركة كتير حلوة. وفي عنا الحركة الكورالات الموسيقية، عم شوف في أعداد كبيرة من حوالي شهر إجا عبان كورال من مصر تعداده أكثر من 70 شخص جايين من بلد لبلد وعلى نفقاتهم وتاركين أشغال تاركين أشغالهم وحابين إن هم يقدموا رسالتهم لبنان. عندنا حياة العلمانيين الحمد لله عم بيشاركوا، بس احنا بنطمح لأكتر. يا ريت أمين. نطمح لأكتر بهالموضوع. وقدموا الترانيم مش بس في الكنيسة القبطية وفي الكنيسة السوريانية كمان. وفي حريصة في الكنيسة المارونية يعني والتراتيل كانت متنوعة حلو يعني يعني في يعني في أمل إن احنا فعلا حتى التراتيل اللي هني قدموها متنوعة من كل الكنائس مش بس التراتيل القبطية، أخذين تراتيل من كل الكنائس. هيدي أكبر علامة على صعيد العلمانيين الحمد لله. بعدين أبونا عم بيقول يعني شغل كتير حلوة ولفت كتير مهمة هلأ أنا انتبهت لها، لمن الكنائس اليوم مجموعين بأربع مجموعات أربع عائلات كبرى، ما الكرة الأرضية لها أربع أقطار من الجهات الأربع هني بشكله صليب المسيح من الجهات الأربع. لا وفي ود وفي محبة كبيرة وتقارب بين رؤساء الكنائس، هم أخوة بالمسيح، مش مطلوب نكون أخوة بشخص واحد بشخص أرضي، لا مطلوب نكون أخوة بشخص المسيح بجسد المسيح. وهذا حاليا موجود. ومن إحدى علامات الوحدة كمان ترجموا البابوين اثنيناتهم باب الإسكندرية وباب روما باتفاقية توقيع اتفاقية المعمودية الواحدة اللي عملت مشاكل. لا ما عملتش مشاكل، الناس فهموها غلط. ما قانون الإيمان هو واحد، هو قانون إيمان معمودية واحدة وكنيسة جامعة رسولية مش أكتر، ضووا عليها ومنعوا الإشكاليات بس فهموا الشعب أنه مش هذا المشكلة مش هاي جوهرية، هذا ترتيب كنسي لتنظيم الكنيسة مع مجتمعها مع أبنائها مشان عدم التسيب عدم الاستسهال عدم الانحلال. يعني ما معنى كده رأي حضرتك أن الناس هي اللي فهمت توقيع الاتفاقية دي غلط؟ لا يعني لا لا كان لا الإعلام ما كانش مصورها بصورة لا كل الناس رحبوا فيها وفاهمين ويتوقون إليها أصلا. الفيسبوك انقلب في اليوم ده وهاجت الشبيبة تقول لنا الموضوع ده أبونا فرصة إن احنا تكلمنا فيه. ما هو اللي بنقول إيمان واحد في اتفاقية إيمان وقعها البابا شنودة سنة 73 في روما صحيح موجودة في كتاب طبيعة المسيح موجودة في آخر صفحة الاتفاقية. طب دي اتفاقية ايه؟ ايوه اتفاقية ايمان ما هي موجودة ان ايماننا ايمان واحد من 73 لكن ما زال في خطين مشكلة في المعمودية ابونا ولا احنا فاهمين غلط؟ لا هو كان الموضوع في الاتفاقية الايمان بالمسيح في حاجة في خلافات أخرى كتير، ما بنقولش ما فيش خلافات، في خلافات نعم. لكن أساس الإيمان هو إيه؟ إحنا ليه بنعتبر البروتستانت مسيحيين؟ لأن أساس الإيمان إنه هو المسيح إيه؟ إيمانهم بإلوهية المسيح. فكان اتفاقية الإيمان دي هو جوهرها في جوهر الإيمان وحرمان نسطور وأطاخي دي موجودة في كتاب طبيعة الوحدة اللي كتبه البابا شنودة نعم. ودي الاتفاقية اللي توقعت في روما نعم. سنة 73 يعني طب اتفاقية إيمان يعني بنقول إيمان واحد طب ده إيمان إيه؟ ما نعمل شيء في تكريس في بعض الخلافات الأخرى موجودة ما بنقولش لا وجاري الحوارات لإيه؟ لحلها لكن أساس الإيمان موجود اتوقعوا عليه يعني الإيمان واحد ده من قداسة البابا شنودة أيام قداسة البابا شنودة وقعوا البابا شنودة سنة 73 في روما. طب إما الاتفاقية يا أبونا بقى إحنا شفناها وعملت الضجة دي كانت إيه؟ دي كان على موضوع تاني ما بقول في خلافات أخرى لكن الموضوع جوهر الإيمان ده اللي توقع عليه الاتفاقية
جوهر الإيمان أتوقع الاتفاقية. الخلافات الأخرى ما بنقولش إن ما فيش خلافات، في خلافات، ولكن الخلافات دي بتحلها مين؟ السلطات. لا، اللاهوتيين بيتناقشوا، مش في حوارات لاهوتية بين الكنائس. صحيح. في الحوار الأرثوذكسي الكاثوليكي وحوار الأرثوذكسي الأرثوذكسي وحوار ومجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس الكنائس العالمي والحوارات دي كلها، ما كل اللي بيجتمعوا ليه؟ لو ما فيش خلافات بيجتمعوا ليه؟ صحيح. في خلافات، يعني خلافات قائمه، وبيحاولوا هم العلماني اللاهوتيين يحلوها بقدرتهم هم العلميه اللاهوتيه ان هم يتواصلوا لاتفاقيه واحده، لكن بس جوهر الايمان واحد. يعني الموضوع الخلافات هي اختلافات بالراي بالتفسير بالرؤيه بالطريقه بالاسلوب، هي موضوع حوار ونقاش بين كل الكنائس. ليه حتى ضمن الكنيسه الواحده بنعتبر شهود يهوه والسبتيين ليسوا مسيحيين؟ لان ما فيش جوهر الايمان مش واحد. وحتى الاخوه الكاثوليك بيعتبروا برضو ان الشهود يهوه مش مسيحيين، هم كاتبين على البيوت لاي واحد صحيح. ممنوع تدخل، ما حدش بيقبله في بيت. ليه؟ لان مش ما فيش جوهر الايمان مختلفين فيه، لكن احنا والارثوذكس الكارثوذكس والكاثوليك حتى الانجيليه في جوهر الايمان. ليه يا ابونا بينتشروا بسرعه؟ يعني بالذات الطوائف دي عندها سرعه انتشار والناس بسرعه بتتكلم معاهم وبتناقشهم. ما فيش اساس، ما فيش جوهر ايمان. والمشكله ان الخطا هو الذي سريع الانتشار في الايام دي. يمكن عدم المعرفه يا ابونا. الناس كويس، الناس النهارده تجي سمعيهم ترنيمه وسمعيهم اغنيه، هيحفظوا الاغنيه قبل ما يحفظوش الترنيمه. فالغلط دايما سريع الانتشار. صحيح. والصح تعال النهارده يعملوا ندوه روحيه او ثقافيه، تلاقي الحاضرين فيها قليلين معدودين على الاصابع، تلاقي في حفلة ناس عامله مظاهره في الشارع تلقى بالملايين. عدم وعي كافي بالدور كل شخص في الكنيسه. اتفضل اذا حضرتك تحب تضيف حاجه. ما بموضوع الوحده اللي هو هالاسبوع هذا، يعني بيسوى يتضوى على اشياء كثير موجوده لهالناس. يعني دينا الحصاد بتاع الاسبوع، في كثير، يعني حصاد الاسبوع كثير حلو. كان في اجتماع للجنة التنفيذية لكان مجلس كنيسة الأوسط عند سيدنا البطريرك مارف رام سريان أرثوذكس والعطشاني. كان في تغطية حلوة جدا لكل القنوات، ولاحظت في عدد كبير من العلمانيين بهالاجتماع لمدة يومين بهذا المؤتمر. بعدين الناس تطلع على الأشياء الإيجابية. مش على في اختلافات الرأي والتحاليل والشروحات. اليوم التبادل الكنائس مع بعض، قداسة البابا تودروس من حوالي سنتين في قطعة أرض لأحد الأديرة اللبنانية الرهبنة المارونية المريمية، في دار للراهبات الأقباط عم يشتروها يتفاوضوا عليها. من بعد ما اتفقوا على السعر وتمموا عملية الشراء وأعلم قداسة البابا شيء طبيعي يعني بالموضوع، لما نعرف قالوا نزودوا الثمن 1.5 مليون جنيه، زودوا ثمن الشراء 1.5 مليون. لو إخوتنا الموارنة بمصر مشان يبنوا ويصلحوا كنيستهم زودوا الثمن. بالمقابل رئيس أساقفة نيويورك الكنيسة القبطية اشترت كنيسة بمنهتن بعاصمة نيويورك بمنهتن من بعد لقاء جمع البابا فرانسيس والبابا تودروس الثاني. اللي من راحوا على التدشين رئيس أساقفة الكاثوليك بنيويورك قدم تخفيض بثمن 1 مليون دولار. طيب هذه علامات الوحدة. ومين اللي ساهم بتحضير العمليات تبادل؟ هم العلمانيين، لجان الوقف والمسؤولين هن اللي سعيوا وحكيوا مع بعضهم بعض. يعني الحركة العلمانية كتير موجودة، والود نحن علينا نصلي تنخلص بالقليل لأنفسنا، ولما نصلي لخلاص الأنفس ربنا بيرضى علينا وبيزرع الوحدة وبتتمم وهي على خطة. وأكبر وحدة حاليا نشهد بلبنان ما أبونا رويس، يعني مسيرة أبونا رويس 8 سنين بالكنيسة مرمرقص سيدة العذراء بلبنان، أكبر علامة من علامات الوحدة بين الكنائس. مطرح بيوصل كلهم بيحبوا أبونا رويس، مثل مشرف جدا. هيدي علامة وحدة، المشاركة بجميع الصلوات، المشاركة بجميع الخدمات، التبادل الآراء بالحوارات، وما فيش طلب شخصي. المطلوب أنه كي نكون جميعا واحد مثل ما صار للآب. صحيح. سيدنا يسوع المسيح هو بآخر صلاته كانت هاي الصلاة الكبرى، أنه عارف نحن بشر أرضيين، عندنا طبيعة بشرية أرضية، بنحب السلطات، بنحب الشغلة الشخصية الأنانية. طلب الصلاة، ونحن علينا نكمل. وهذا الشيء اللي عم بيصير بهالأيام هي صلاة الوحدة. والأسبوع هو مش بس بنصلي أسبوع بالسنة، هو الأسبوع تذكير بالصلاة الواجبة الدائمة كل فرد.
حلو المصطلح ده، نحن بنذكر الناس بالصلاة. احنا بس إلى الذكرى للتذكير وكنت مناسبة للقاءات العلنية. أما الصلوات الدائمة بكل طول السنة بكل المناسبات متواجدة حتى بكل الأعياد. صحيح. حتى بكل الأعياد مثلا بترك الراعي مرة عم بيقلنا على سبيل المرح أنا أكتر شيء بقدس بس يكون عيد قداس القيامة عند الأقباط. لا كلش أنا عم قدس بقعد بحضر بشارك القداس بحضر بحضر بشارك بكون عم بترقص الذبيحة بغير وقت بغير تاريخ بهالوقت بكون أنا عم بحضر أنا مؤمن هو بيتقدس بالقداس بتاعنا. بعدين في شغلة ما ناس كتير عم بتضوي إنه في خلافات ما فيش خلافات. طيب أستراليا بتختلف بالتوقيت عن لبنان مثلا 10-12 ساعة شرقا، كاليفورنيا أمريكا بتختلف عن لبنان 10-12 ساعة غربا. طيب منقول مختلفين على الأعياد؟ لا، ما هو في طقس الزمني بيغير، طقس المكاني كمان بيغير. المهم جوهر الإيمان واحد، هل نحن نؤمن بسيدنا يسوع المسيح هو الإله؟ هل نؤمن بوحدة الثالوث؟ هل نؤمن بالحياة الأبدية؟ هل نؤمن بخلاص أنفسنا؟ إذا متفقين على هذا الجوهر هدفنا أن رسالة المسيح توصل للعالم. أما النشاطات الأرضية والمناسبات والتواريخ، الرزنامة غربية الرزنامة شرقية، هذه أمور ما نتوقف عندها. صحيح. ما نتوقف عندها. حتى في حالات نحن على صعيد البسيط يعني في ناس بتولد بتاريخ معين تيروح أهلهم يعملوا لهم تذاكر أو أخراجات أو سجلوهم تختلف أسبوع. صحيح. أسبوع عن الترتيب. مش يعني خلق مرتين، لا ما منا مشكله، هذه عند الكل بتحصل يعني. ذكرى الصلوات، ذكرى الزواجات، ذكرى المناسبات للصلاة عن أنفس الموتى بيعملوا ذكرى سنوية وذكرى أسبوع، مش إنه تغير التاريخ. لا، الجوهر واحد، احنا نطلع إلى جوهر المسيح. أمين. إلى جوهر الإله الواحد، هذا هو المطلوب. أمين. مش مطلوب عيدنا بهذا الشهر ولا بهذا الشهر بهالأسبوع ولا بهذا الأسبوع. أستاذ عبد الله، قدس أبونا كلمة من قدسك أخيرة نختم بيها حلقتنا النهاردة. احنا زي ما قلناها اكتر من مرة، دايما الكنيسة بتصلي من اجل ايه؟ شعبها. نعم. اولادها. النهاردة في اسبوع الوحدة المطلوب العكس، الشعب يصلي من اجل وحدة الكنيسة. الكنائس. وياريت نبطل البيان والبيان المضاد لان دي بتعمل مشاكل. لان دي بتخلق خلافات، وكانت الانقسامات اغلبها من وراء هذه الاشياء. فيا من تخرج بيانات خلي بياناتك لنفسك. جميلة. شفت يلا صلاة اللي طلبها الأبونا، اللي طلبها أبونا من الشعب، شوفي الوحدة وين. أمين. البابا فرانسيس طلبها عندما انتخب لمن صلى طلب من شرفته، قال له هلأ بطلب من الشعب يصلي لي ويباركني. جميلة. شوفي كلام أبونا الأرثوذكسي مع كلام بابا فرانسيس الكاثوليكي، هيدي وحدة الكنيسة. مرسي جدا جدا. مشاهدينا طبعا في نهاية الحلقة بشكركم من أجل متابعتكم لينا النهاردة، بشكر كمان ضيوفنا اللي كانوا منورينا النهاردة، بشكر قدس أبونا الحبيب الأب رويس الأورشليمي راعي الطائفة القبطية الأرثوذكسية في لبنان. مرسي جدا جدا. شكرا ليكي وللإخوة المشاهدين ولكل إدارة نور الشرق. مرسي جدا قدس أبونا، نورتنا وباركتنا. بشكر كمان مشاهدينا ضيفنا اللي كان منورنا النهاردة لأول مرة في صخرة الإيمان، أستاذ عبد الله مسلم ناشط في العمل المسكوني. مرسي جدا جدا أستاذ عبد الله، نورتنا. ربنا يقدر تعبكم. الله يخليكم بهالعمل الإعلامي اللي هو نقل بشارة بصلوات حضرتك نقدر نوصل رسالة المسيح بصلوات أبونا وأبينا الكبار. أمين. الله يخليكم. أمين. مشاهدينا وما زلنا نتساءل، هل نستطيع يوما أن نكون واحدا؟ هل نستطيع تحقيق الوحدة عمليا بدل من الكلام النظري؟ هل ستظهر قريبا ثمار المحبة الحقيقية من خلال الوحدة الفعلية بعيدا عن الأهداف والأغراض الشخصية؟ هل ستختفي لغة الأنا ويظهر هو، أي شخص الرب يسوع المسيح نفسه، من خلال عمل الروح القدس فينا؟ فإذا كان لنا حقا وحدة المحبة ووحدة الرسالة ووحدة الهدف، سنصل بالفعل إلى وحدة المضمون اللاهوتي السليم المستقيم. مشاهدينا قصة حلقتنا، استنونا في حلقة جديدة. سلام الرب يكون معكم. سلام.